حضرتك مديني احساس الصبحي ان المساله كلها اللعبه كلها في ايدين مجموعه من المنتجين ومن رجال الاعمال. لا فين لا لا الدوله المصريه؟ لا فين الدراما بتاعت ماسبيرو بتاعت حضرتك لسه قايل على الوالد استاذ رحمه معتز. الله عليه؟ فين المسرح القومي؟ هقول لك انا فين. انت ما عندكش حراك ثقافي، ما عندكش استراتيجيه. انت دوله قررت ان تقفز بخطوات تصلح بيها حاجات خطأ مرينا بيها من سنين كويس. ولكنها لا تلتفت لبناء الإنسان، لا تصرف من ليما ولا ميزانية في الدولة. قل لي الدولة بتدفع كام للثقافة، أقول لك هي بتحترم الثقافة ولا لأ. قل لي بتدفع كام عشان تعمل فن جيد لا تكسب فيه. تلفزيون المصري كان بيقدم أعمال تلفزيونية تخسر، بس ميزانيته ضخمة جدا. تخسر ويجب أن تخسر ما أول يعني في البدايه. دي المفروض انها لا تهدف للربح. دي طبعا دي ما هو انت بقى تحولت لثقافه يا استاذ معتز. ان وزاره الثقافه نفسها تعمل عمل تكسب فيه مش عارفه، فبتقدم كمان كلام فارغ. الثقافه ليست تمثيل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني وكتاب وفن تشكيلي وكل الفنون وباليه وموسيقى عربيه وموسيقى عالميه ابدا. كل ده لابد ان يشكل وجدانا ويشكل سلوك المواطن. لما بتروح بلد تسافر بتركب الطياره وتنزل بتحكم على سلوك الشعب ده، تعرف ثقافته. مظبوط. ها احنا الدوله لم حتى الان، وعندي يقين وعايز اكبر واحد في الدوله يناقشني، انت لا تعتني ببناء المواطن، لان بناء المواطن اصعب ومكلف، ولكن هذا المواطن الذي ستبنيه هو الذي سيحافظ على ما تصنعه اليوم. هو ده اللي هيحافظ على الشارع، هو اللي هيحافظ على البيت، هو اللي هيحافظ على الأسرة. الأسرة الجميلة اللي شفناها لم يبهرنا فيها أنها أسرة فقيرة أبدا، علشان الناس ما تحسبهاش غلط. أنا ضد التمييز ده، لا، هي أسرة قايمة على الأخلاق. رب الراجل ده عنده 5 بنات بيربي ولاده، والام تربي ابنائها، وهو عليه دور بيقوم بيه، والبنت اكتشفت الدور اللي هي تقوم بيه. هذه هي المعادله. احنا مثلا في التواصل الاجتماعي يقول لك ايه؟ يقول لك يا استاذ محمد، واحد يعني كاتب، ويا استاذ محمد ايه التناقض اللي سقطت فيه ده كفنان؟ انت بتقول لها سيبك من الفيسبوك وسيبك من الحاجات دي، وانت اصلا عندك صفحة فيها 7 مليون. فاللي انت يعني الاول واحد تقول ايه ده؟ ده البنت في اللي خلاني اعمل مداخلة بتقول لك انا ما عنديش فيسبوك وما عنديش لابتوب وما عنديش تليفون، حتى قالت لك ساعات بستخدمه بس عشان لو اتأخرت بتاع اكلم بابا. ها؟ فلما المداخلة بتاعتي قالت ايه؟ ايوه سيبك من الفيسبوك وسيبك من التويتر وسيبك من الحاجات دي، لانك انت جبتي 99% وتفوقتي علميا، لان احنا شبابنا بيضيع عمره 90% من وقته اليومي على التليفون وعلى الفيسبوك وعلى التويتر، و 60% عشان ما بالغش يعني هو انفلات اخلاقي والفاظ لا يسمح بيها. بس الكلام ده شباب العالم كله مش شباب مصر بس. اتحداك. لا استاذ معتز، انا احنا بنسافر وبنشوف. لا انا بسافر في وبشوف حتة في الدنيا الشباب قاعد معتز. برضو بيتواصل ابدا. اسف استاذ معتز، انا قعدت 6 اشهر في امريكا وقعدت 14 في لندن، يعني قاعد براقب، قعدت على كل كافيتريات في لندن اقول يا ربي عايز اشوف واحد ماسك التليفون بيلعب فيه. تلاقي الراجل رفع التليفون على نص دقيقة، يس يس اوكي، وقفلوا عشان عنده مشروع شغله في حياته. لا يا استاذ معتز، انما هنا عندنا بطالة، الشباب عنده بطالة، لان مجتمعه حط تايتل ان الوقت له ثمن. طبعا طبعا، احنا عندنا الوقت ملوش ثمن يا استاذ معتز. واذا سمحت لي انا مش عايزك توافقني، بس مش عايز احس منك انك بتقول كلام بعض الجمهور. احنا النهارده مش عايزين نقول كلام الجمهور، انا عايز معتز دمرداش يناقشني، عايز المحور يناقشني. ها؟ ان لا يصح الا العوده الى قيمنا ونقاوم في نفسينا اللي بنعمله. قول لي يعني ايه شعب فيه الجريمه، خطف اطفال اعداد اصبحت مذهله،
خطف أطفال يا إما للتسول يا إما لذبحهم علشان بيع أعضائهم. فلسف الجريمة دي في شعبه، قول لي بقى ده واقع. لما تعمل مسلسل ولا فيلم عندك كمان تبقى مصيبة كبرى.